ولا على الاستراكشر بتاع الاوبتيكال فايبرز. بعد كده بدأنا نتكلم على البروبارتيز الخاصة بالاوبتيكال فايبرز. بعد كده بدأنا نتكلم على بعض البروبلمز اللي بتحصل أثناء الترانسميشن لأي سيجنال، نوع الاتنيويشن والديسبيرشن والأنواع والإمبيرمنتس اللي بتحصل. بعد كده بدأنا نتكلم على الاوبتيكال كونكتورز، وشوفنا عمليه البيرمننت كونكشنز اللي هي السبلايسنج. بعد كده اتكلمنا على الكونكتورز، شفنا بعد كده الكابلرز. بعد كده بدانا نتكلم على الاوبتيكال ترانسميترز، وبدانا نشوف الاوبتيكال سيجنال جينيريشن كان بيتم ازاي. شفنا الليد بانواعه، واتكلمنا على الليزر. بعد كده بدأنا نتكلم على الطرق الموديوليشن للليزر سيجنال او اللايت سيجنالز، ازاي اخلي الانفورميشن او ازاي اقدر اعمل امبيدنج بقى للانفورميشن على الاوبتيكال سيجنال. ف النهارده ان شاء الله بعد ما شفنا ازاي اقدر اعمل ترانسميشن، وشفنا طرق الموديوليشن، شفنا الطريقه اللي هي بتتم من جوه الاوبتيكال سورس مباشره، او الطرق اللي بتقدر تعمل موديوليشن لللايت بس خارج الاوبتيكال سورس، وشفنا منهم طريقتين. طريقه بتستخدم البي ان جانكشن، وفي الطريقه بتاعت اللي هي ماكزندر موديوليتور او ماكزندر هي اسمها الماكزندر موديوليتور. هنشوف بقى النهارده الطرق بتاعت الديتكشن. يعني احنا دلوقتي عملنا جينيريشن وعملنا الموديوليشن، عايزين نشوف بقى عند الريسيفر الاوبتيكال سيجنال ازاي بقدر اخد منها الانفورميشن اللي فيها، وازاي احولها تاني للالكتريكال سيجنال واحولها تاني لانفورميشن، زي ما كده هنشوف ان شاء الله النهارده باذن الله. نبدا في الاول نشوف الاستراكشر بصفه عامه بتاع الاوبتيكال ريسيفر. احنا هنا قدامنا في الاوبتيكال ريسيفر هناخد الاوبتيكال سيجنال، نشغل بس البن، هناخد الاوبتيكال سيجنال للديتكتور اللي هو هيبدا يحولها من اوبتيكال سيجنال لالكتريكال سيجنال تاني. بعد كده هيبقى في بري امبليفاير، ده وظيفته ان هو يكبر الاشاره اللي انا استقبلتها اللي هي الالكتريكال سيجنال بقى. بعد كده في الايكوالايزر، بعد كده بوست امبليفاير، امبليفاير اخر بعد ما بعمل عمليه الايكوالايزيشن نتيجه المشاكل اللي بتبقى حاصله في اثناء الترانسميشن، زي مثلا الاتينيويشن، زي الديسبيرشن. المشاكل دي كلها بتتعالج في الجزئيه بتاعه الايكوالايزر. بعد كده في بوست امبليفاير، بعد كده في فلتر، بعد كده بعمل كلوك ريكفري للديجيتال سيجنال اللي انا عامل بيها موديوليشن. احنا قلنا الكومون الموست كومون دلوقتي ان احنا يبقى عندنا ديجيتال سيجنال هي اللي بتعمل موديوليشن، لانها بتبقى اولا ديجيتال سيجنال، ثانيا طرق الموديوليشن الديجيتال اسهل من الموديوليشن الانالوج، لان زي ما احنا قلنا ان على الاقل خالص الديجيتال موديوليشن للاوبتيكال سيجنال هتبقى على الاقل خالص الاون اوف كينج، يعني ان انا بعمل في سيجنال ما فيش سيجنال، دي ابسط صورها يعني. فدي طريقه طبعا سهله جدا، والاوبتيكال ترانسميتر او الليد او الليزر دايود ممكن يتعمل الموديوليشن ليهم بشكل ابسط من ان انا اعمل موديوليشن لللايت سيجنال بانالوج سيجنال. فهنستخدم ديجيتال سيجنال، فبالتالي بتحتاج تعمل الكلوك ريكفري، تمام، والاشاره اللي انت رجعت الكلوك منها بتدخل الكلوك سيجنال مع الريسيت سيجنال تاني عشان تقدر تعمل منها او تقدر تديتكت البيتس بشكل صحيح وتقدر تعرف الداتا بشكل صحيح. ده بلوك دايجرام بيوضح الحكايه ديت. واحنا بقى هنتكلم النهارده على الجزئيه ديت، جزء الديتكتور، دي شغلتنا النهارده. هنتكلم في الاول على الفوتو دايودز. الفوتو دايود زي ما احنا اتفقنا هو عباره عن بي ان جانكشن عاديه جدا، و لو شغلت البي ان جانكشن ديت فورورد
وبمواصفات معينه زي ما اتكلمنا في الاوبتيكال ترانسميتر او في الاوبتيكال جنريتور هقدر اخلي البي ان جانكشن يجنريت لايت. لكن لو انا وصلته بشكل عكسي تمام زي ما احنا شايفين كده قدامنا، لو وصلته ريفرس هيحصل ايه؟ لو وصلته ريفرس هقدر اخليه يشتغل ديتكتور او اخليه يقدر يحس بالاوبتيكال سيجنال. تعالوا نشوف ازاي. يبقى ذا فوتودايد از ا بي ان جانكشن اوبريتد ان ذا ريفرس بايس. يبقى اهم حاجه ان لو انت عايز تشغل او تعمل اوبتيكال ريسيفر من بي ان جانكشن لازم توصله ريفرس بايس. انسيدنت لايت ماست بينتريت انتو ذا ديبليشن ريجون. يبقى المنطقه اللي هيتم فيها التحويل من الاوبتيكال سيجنال للالكتريكال سيجنال هتبقى هي الديبليشن ريجون. علشان كده لازم تكون الماتيريال اللي متصنع منها البي ان جانكشن دي تبقى شفافه عشان تقدر يقدر اللايت يتحرك ويوصل للديبليشن ريجون. Where the free carriers have been removed. يبقى وبرضو الديبليشن ريجون ما بيبقاش فيها كارير زي ما احنا متفقين. طيب يبقى احنا بادين في ريفرس بايزد دايود تمام. الديبليشن ريجون طبعا مش هيبقى فيه اي موفمنت او البايز بتاع حتى لو ريفرس مش هيسبب اي حركه للالكترونات داخل المنطقه اللي هي الديبليشن ريجون. The light is absorbed in this depletion region and delivers its energy to the material. يبقى في المنطقه دي لما هتخترقها الاوبتيكال سيجنال هتبدا الانرجي اللي موجوده في الفوتونز تتنقل للماتيريال. يحصل ايه بعد كده؟ If the absorbed energy is sufficient, a whole electron pair can be created. يعني لو في انرجي كافيه في الاوبتيكال سيجنال تمام هيبدا يحصل المنطقه اللي هي ما فيهاش شحنات خالص ديت هيبدا يتكون فيها الكترون هول بيرز. طالما اتكون فيها كاريرز يبقى هيبقى في حركه ايه؟ حركه الكترونات وحركه تشارج. يعني طالما في تشارج بتتحرك يبقى في تيار هيمشي في الدايره. طيب طبعا كل ما الانرجي اللي موجوده في السيجنال هتزيد تمام اكيد في الكترون هول بيرز هتبقى اكتر، وبالتالي الالكتريكال كارنت اللي هيبقى موجود في السيركت اللي بره هيكون برضو ايه؟ كبير تمام. فكده يبقى انت لو انت غيرت الانرجي بتاعت السيجنال بتاعت اللي هي الاوبتيكال سيجنال تقدر تغير الكرنت اللي بينتج في الدايره، فبالتالي تقدر كده بقى انت حولت الاوبتيكال سيجنال لايه؟ للالكتريكال سيجنال. طيب نشوف بقى مع بعض كده، نمشي كده مع بعض خطوه خطوه. The amount of energy required to free a whole electron pair is the band gap energy. يبقى لازم الانرجي اللي موجوده في الاوبتيكال سيجنال تكون تساوي او في الفوتونز تساوي الباند جاب انرجي. يعني منطقيا كده اللايت ايميتنج دايود اللي عمل جينيريشن بالمنطق عمل جينيريشن ده هيبقى فيه باند جاب بسايز معين تمام، هي اللي مخليه اللايت ايميتنج دايود جينيريت لايت بالويف لينث معينه. المفروض لما انت تيجي لنفس الاستراكشر دوت عند الريسيفر وتحط ريفرس بايس هيبقى له نفس الانرجي باند تمام. ف المفروض يعني فانت المفروض عند الريسيفر لو وصلته ريفرس بايس بشكل معين تمام او ببايس معينه المفروض نفس السيجنال تقدر تتحول تاني للالكتريكال سيجنال عند الايه الريسيفر. نشوف مع بعض خطوه خطوه. طيب التيبل اللي هو بيشير ليه اللي هو 6.1 بيشير او احنا كنا عرضناه قبل كده اللي هو بيوريني الباند جاب انرجي لعدد من الايه من الديتكتور ماتيريالز تمام. سينس ذا انرجي اوف ا فوتون اوف لايت از اتش في ميو، احنا عرفنا ان الاتش اللي هي ثابت بلانك والميو اللي هي الفريكوانسي وهو مديني قيمه الثابت بلانك اهوت اند ميو از ذا اوبتيكال فريكوانسي. ذا انرجي كونديشن ريكوايرز ان الاتش في ميو تساوي الايه اللي هي بتساوي اتش سي على لامدا. هو فك هنا الميو بايه بسي على لامدا لازم تكون اكبر من الايه من الانرجي جاب. يبقى لو انت عندك دايود الاي جي بتاعته اقل من الاتش في ميو تمام يحصل الكترون هول بير جينيريشن ويحصل كرنت. طب لو كان العكس لا كده ما يحصلش، يعني لو كانت الاتش في ميو هي الاقل مش هتقدر اكيد تحرر الايه هو مش اكيد هيحصل الكترون هول بير ايه جينيريشن فمش هيحصل جينيريشن ليه اللي هو الالكتريكال كارنت.
from this condition we observe that any given material will exhibit a long wave cutoff since the photons will not have sufficient energy to free whole electron pairs whenever the wavelength exceeds lambda max. يعني خلي بالك ان الكونديشن بتاعك او الحد بتاعك هو حساب اللامدا ماكسيمم، يعني لما اللامدا بتزيد عن الفاليو ديت مش هيحصل ايه، مش هيحصل الكترون هول بير جينيريشن. طيب the penetration of light down into the depletion region of the device is governed by the absorption properties of the material. عشان كده احنا اتفقنا ان لازم اجيب ماتيريال او الماتيريال اللي هصنع منها البي ان جانكشن لازم تكون الابسوربشن فيها يعني اقل ما يمكن عشان ما يحصلش لوس للانرجي اللي موجوده في الريسيفد اوبتيكال سيجنال. ذا ابسوربشن كوفيشنت اللي هو الفا ده بيعتمد على اللامدا، خلي بالكم فور ا فيو ماتيريالز شون ان فيجر، انا هوريكم الفيجر دلوقتي، الفيجر اللي هو 6-3 اون ذا فيسنج بيج هنشوفه دلوقتي. نوت ذا افكت of the cutoff wavelengths causing بتأثر بالإيه؟ بالwavelengths زي ما احنا قلنا. At short wavelengths the value of the absorption coefficient increases dramatically. طيب دي نقطة خطيرة برضو. طيب the amount of incident power that is absorbed in the depletion region of depth W assuming that the layer begins at a depth of D يبقى هي الويدث بتاع layer W والدبس بتاعها D تحت السطح بتاع الديتكتور يعني below the device surface is given by يبقى ال B of omega هتساوي ايه PI اللي هي الانسيدنت باور E اس ماينس الفا D، الفا اللي هي الابسوربشن كوفيشنت ودي طبعا هي الدبس بتاع الايه الديبليشن ريجون، واحد ناقص E اس ماينس الفا في اوميجا تمام في واحد ناقص ار اف، الار اف اللي هو الايه الريفليكشن كوفيشنت، يعني هو بيعتبر ان في جزء من الطاقه امتصت تمام نتيجه الابسوربشن كوفيشنت، وفي جزء كمان نتيجه اختلاف الريفراكتيف اندكس ما بين الاوبتيكال فايبر وما بين الماده اللي متصنع منها الفوتو دايود، الاختلاف في الريفراكتيف اندكس ده بيعمل فرين الايه ريفليكشن اللي هو عبر عنه بالار اف. Where P of W of omega is the power absorbed in the depletion region. يبقى ال P of omega is the power اللي هو الباور اللي حصل لها absorption تمام في depletion region الاتساع بتاعها omega تمام. هو هنا برضو اتساع المنطقة اللي هي المنطقة اللي فيها depletion region بتتأثر ازاي، بتأثر في absorption ازاي. واضح انها كل ما تتسع المنطقة اللي بيتم فيها absorption او بتستقبل light الكوفيشن ده كله اللي هو واحد ناقص اي اس ماينس الفا اوميجا ده كل ده هي ايه الفاليو بتاعته هتزيد، يعني القيمه بتاعه الجزء الاسي ده هتقل تمام، فبالتالي الابسوربشن يزيد. يبقى هو بي اوف اوميجا از ذا باور ابسوربت ان ذا ديبليشن ريجون والبي اي از انسيدنت باور، الفا از ابسوربشن كوفيشنت، اوميجا از ذا ديبليشن لاير ديبس هي ويدث المفروض مش ديبس هي ويث تمام. ال RF is the power refractivity of the detector surface. The high value of alpha at short wavelengths causes little a power to penetrate into the depletion region. دي كلام مهم جدا. At short wavelengths therefore we find a diminished response from the diode due to this increase surface absorption. نشوف بقى الايه الاكزامبل دوت كده ونحله مع بعض. بيقول لك consider a layer مقدارها او الثيك بتاعها واحد، السمك بتاعها واحد مايكرومتر لوكيتد مايكرومتر بلو، يبقى هي الدي بتاعتها 3 مايكرومتر والويدث بتاعها واحد مايكرومتر بلو ابلانر اير سيليكون سيرفس. كالكوليت ذا فراكشن اوف انسيدنت باور ابزوربت ان ذا ايه ان ذا لاير، هو عايز يحسب النسبه. طيب هو هنفرض كده ان الان سيليكون 3.5 واللي هي الريفراكتيف اندكس بتاعت السيليكون ب 3.5، الالفا طبعا جيفن، الكلام ده هيبقى طبعا جيفن لو هي
بروبلم مطلوب انت تحلها في امتحان. طبعا النقط دي كلها تبقى جيفن، اللي هي 10 اس ماينس 3 لكل سنتيمتر، اللي هي بتساوي 10 اس 5 لكل متر. طبعا احنا يعني هتوحد اليونتس فتقدر تشتغل. طيب add the wavelengths of interest. We begin by finding the reflection coefficient اللي هو الـ RF. الـ RF زي ما احنا اتفقنا ان هو اللي هو ده الفرينل ريفليكشن، وزي ما احنا اتفقنا ان هو بيعتبر الـ N1 ناقص N2 على N1 زائد N2. طبعا الـ N1 طبعا كل ده كل تربيع. الـ N1 تمام ده هيبقى الـ N اللي هي بتاعت السيليكون، والـ N2 اللي هتبقى الـ N بتاعت الهواء. هتبقى الان بتاعه الايه الهواء، الان بتاعه الهواء طبعا معروف انها ريفراكتيف، الريفراكتيف اندكس بتاع الهواء بواحد، فتبقى ان ناقص 1 على ان زائد ايه زائد 1 كل تربيع. تمام، دي تطلع 3 من 10 او 309 من 1000 زي ما هو حاسبها. نيجي بقى نحسب الريشيو ديت، يعني هو عايز يشوف كام في المية من الانسيدنت باور حصل لها ابسوربشن. هنعوض بقى في الايكويشن اي اس ماينس الفا، الالفا هو مديها لي ب 10 اس 3 لكل سنتيمتر مكعب. هقول لكم حاجه ظريفه، لازم تبقى اليونتس هنا كلها زي بعضها، يعني حولها المتر واكتب الدي برضو بالمتر، يعني 3 في 10 هو عاملها هو 10 اي اس ماينس 10 اس 5 في 3 في 10 اس ماينس 6. خلي بالكم من النقطه دي، في كتير قوي بيغلط فيها، خلي بالك من اليونتس، هي حاجه هبله وبسيطه تمام، ما يقعش فيها طالب في اعداد يعني، بس في ناس برضو بتغلط فيها فخليها. طيب في 1 ناقص اي اس ماينس 10 اس 5 تمام في 10 اس 6 اللي هي الايه الدبليو تمام، في 1 ناقص 309 من 1000 تطلع 4.87% 87% يعني 4% 5% تمام من الطاقه الانسيدنت هي بس اللي بتمتص. طبعا رقم بسيط جدا. وكمان لو الالفا بقت 10 اس 4 سنتيمتر اللي هي 10 اس 6 متر ماينس 1 هتلاقوا الابسوربشن كمان ايه؟ يعني الرقم قل اكتر، بقت البي اوف اوميجا على البي اي بقت 2.18% تمام؟ يبقى واضح ان الابسوربشن كوفيشن ده كل ما بيزيد واضح ان الدنيا بت ايه؟ او يعني البرسنتج اوف ابسوربت باور في او الباور اللي اتحولت لالكتريكال سيجنال برضو هي كمان بتقل. طيب ده الكيرف اللي احنا كنا قلنا عليه زي ما انت شايف كده، الابسوربشن كوفيشنت تمام، وديت الويف لينث، واضح ان كل ما الويف لينث بيزيد الابسوربشن كوفيشنت ماله بيقل تمام. فواضح ان الابسوربشن كوفيشنت ايه، يعني لازم تشوف الماتيريال اللي فيها الابسوربشن كوفيشنت يعني مودريت او معقول او مناسب للابلكيشن او مناسب للانسيدنت باور اللي انت هتتعامل معاها. طيب في بقى ترم تاني بنقيس بيه البرفورمانس بتاع الاوبتيكال سورس، هو اسمه السنسيتيفيتي الاوبتيكال ريسيفر اسف تمام. الاوبتيكال ديتكتورز كونفيرت ذا انبوت اوبتيكال باور انتو ان كرنت فروم ذا ديتكتور، يبقى ده اللي بيحصل. طيب the sensitivity of the diode detector is measured by responsivity، يبقى السنسيتيفيتي تمام هتتقاس بالايه بفاكتور اسمه responsivity اللي هو r of the device، والr دي بتساوي ايه، بتساوي الاي اوت على البي ان، هي هو الاوت بوت كرنت نتيجه سقوط الضوء على الدايود او على سبيسيفيكلي على الديبليشن ريجون لنسبه ما بينه وما بين الانبوت اوبتيكال ايه سيجنال، يبقى الاي اوت ده اللي هو الالكتريكال سيجنال، يعني الريسبونسيفيتي بتربط ما بين الكتريكال اوتبوت و اوبتيكال انبوت زي ما احنا شايفين كده. الريليشن ديت معبره جدا عن او يعني دي اللي بتقيس بيها البرفورمانس او السنسيتيفيتي بتاعت اي اوبتيكال ايه ديتكتور. طيب خلي بالكم من الكيرف دوت. طيب الايتا اللي هي الريسبونسيفيتي، الايتا اللي هي بقى الافشنسي بتاعت او بيسموها هنا زي ما انت شايف كده الكوانتم افشنسي تمام بتاعت الفوتو دايود او الفوتو ديتكتور، بتساوي الكارير بيرز بير سكند على الفوتونز بير سكند. يعني ايه الحته ديت؟ يعني نمبر اوف كارير بيرز جنريتد بير سكند على نمبر اوف فوتونز انسيدنت بير سكند. بمعنى اخر هو عايز يقول ان
انا حطيت مثلا سي 1000 فوتون او في 1000 فوتون بيسقط في الثانيه، دي طبعا ليها علاقه بالانرجي الانرجي كونتنت بتاعه الاوبتيكال ايه سيجنال. طيب بس تحولهم ال1000 دولت خدت منهم 500 كارير كارير بيرز، يبقى انا كده الايتا بتاعتي كام؟ تبقى 50%. فانت خدت نص الايه نص الانرجي بس هي اللي حولتها لايه لكاريرز وتحولت لالكتريكال سيجنال. طيب الكارير بيرز هتساوي ايه؟ هتساوي الاي اوتبوت بير سكند، طبعا هتساوي الاي اوتبوت على الايه الكيو. خلي بالك ان الاي بتساوي ايه؟ بتساوي كيو على تي او دي كيو باي دي تي، معدل تغير الشحنه التوتال شحنه على الايه معدل تغير الزمن. يعني ممكن نقول ايه number of charges per a per second. طيب يبقى لو انت قسمت على شحنه الالكترون الواحد تمام، يبقى انت دلوقتي ايه، يبقى انت عندك دي شحنه الكترون والكيو دي شحنه كل الايه الكاريرز تمام، يبقى انت كده عرفت عدد الايه الكاريرز تمام. يبقى الاي اوت على كيو تديك الان ايه number of carriers. طيب والبي ان على الاتش في ميو تديك عدد الفوتونز، ما البي ان اللي هي التوتال باور اللي موجوده في الانبوت سيجنال، دي المفروض الاوبتيكال سيجنال، تقسمها على الانرجي او الطاقه اللي موجوده في فوتون واحد، يبقى انت طلعت كده بعدد الايه الفوتونز بير ايه بير سكند تمام. بعد ما تعوض ب او يعني تعيد ترتيب الفاكتورز هنا هتساوي، يبقى الايتا هتطلع بتساوي اي اوتبوت في الاتش في السي على كيو في البي ان في الايه في اللامب. يبقى دلوقتي الريسبونسيفتي هتساوي ايه؟ هتساوي ايتا اللي هي الافيشنسي، اللي انت خلي بالك بقى الار اللي هي ريسبونسيفتي بتساوي اي اوتبوت على بي ان. يبقى انت كل الكميات دي اللي هي الاتش في السي في على ولامدا وكيو كلها تروح الناحيه الثانيه مع الايتا، يبقى الار بتساوي ايتا كيو لامدا على اتش سي. خلاص يبقى دي ريليتيف ريليشن ما بين الريسبونسيفتي وال ال ال الافيشنسي او الكوانتم افيشنسي بتاعت الدايود تمام. دي طريقه حساب الكوانتم افيشنسي، يبقى لو انت انطلب منك تحسب الكوانتم افيشنسي هتستخدم الريليشن دي تربط دي مع دي تمام. طيب افرض ان انا قلت لك احسب لي بقى الريسبونسيفتي، هتستخدم الريليشن اللي تحت، يعني انت بس بتعيد ترتيب الترمات. طيب لو انت عايز تحسب الريسبونسيفتي تمام وما عندكش انت عارف الريسبونسيفتي بتساوي الاي اوتبوت على البي ان، لو هما معطين مباشره خلاص. طب افرض ان انا قلت لك ان في عدد الفوتونز كذا مثلا تمام، خلاص احسب الانرجي بتاعه الفوتون وتضربهم في عددهم تحسب البي ان تمام. يعني هي كلها كميات تمام، زي ما انت شايف كده الايكويشن دي بتربطها ببعضها، فانت بس مجرد ما تعرف الـ عدد الالكترونز. يعني احنا ممكن عشان برضو تبقى انتم واضحين، يبقى الاي اوت بوت على او انتم فاهمينها الاي اوت بتاع دي كل ان ايه كاريرز تمام، البي ان على ال H في ميو تديك ال A تديك ال N عدد number يعني number of A of photons تمام كده. يبقى أنت number of carriers طبعا per second، number of photons per A per second برضه. طيب يبقى احنا هنا بنقول ان another parameter used to describe the detector's sensitivity is quantum efficiency اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الايتا، which is the number of whole electron pairs generated per photon. طيب as او a value less than 1 indicates that not every photon is generating carriers. يبقى الoptimum value ان واحد كل فوتون بيعمل لك 2 مثلا carriers مثلا، او كل فوتون يعمل 1 كارير، يبقى ديت الايه دي الاوبتيمم فاليو بتاعتها، يعني مفيش افيشنسي اعلى من 100%، لكن هو في الطبيعي ان دايما الايه الايتا دي دايما بتبقى ايه اقل من الواحد. طبعا كل الديزاينز وكل الريسيرش اللي بيتم في منطقه بتاعه الفوتو ديتكتور ديزاين ان هو عايز يطلع بالايتا ديت يعني يقربها من الواحد على قدر المستطاع. طبعا يبقى value less than 1 indicates that not every photon is generating carrier. Since the number of incident photons per second is bi lambda على hc and the number of carriers flowing per second is given by hq, we have الايه الايكويشن اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. من اهميه الجزء ده انا حطيته قبل الدسكشن بتاعه عشان انا
يعني اول ما تبص على السلايد تمام، تبص على الايه الايكويشن وتبص على التو فاكتورز او التو بارامترز اللي هي الايتا والريسبونسيفيتي الايكويشنز بتاعتهم بالظبط، وبعد كده الدسكشن طبعا ممكن ايه تقراها تطلع منها بالايه لو يعني تثبت بيها المعلومه. طيب نطبق باكزامبل، بيقول لك اديتكتور اوبريتنج ات 850 نانو متر، يبقى دي اللمضة تمام، بروديوسز 80 مايكرو امبير تمام، ذا اوت بوت كارنت از 500 مايكرو وات فور سوري هي بيديني 80 مايكرو امبير اوف اوت بوت كارنت فور 500 مايكرو وات ايه انبوت لايت بي. عايز يحسب ايه ريسبونسيفيتي، ريسبونسيفيتي بتساوي ايه الاي اوت على البي اي. الارقام كلها معطاه، الكلام كله في منتهى البساطه، 80 مايكرو امبير يبقى 80 في 10 اس ماينس 6 امبير على 500 في 10 اس ماينس 6 وات، يطلع لك 6 من 16 من 100 امبير لكل وات او 160 ملي امبير لكل وات، وده كميه معقوله. طيب كالكوليت ذا كوانتم افشنسي، كوانتم افشنسي هتساوي كلها ثوابت اهو، هتساوي الريسبونسيفيتي زي ما احنا قلنا الاتش في السي على كيو، دي برضو كونستانت تمام، الاتش في السي في الكيو ده ايه كونستانت على لامدا، يبقى ار على لامدا في اتش سي على كيو، عوض بقى بالفاليو بتاعت الاتش والفاليو بتاعت السي طبعا 3 في 10 اس 8، الفاليو بتاعت الكيو 1 اس 10 في 10 اس ماينس 19، بعد كده احط الويف لينث بتاعتك 850 نانو ب 850 في 10 اس ماينس 9 متر، تطلع الكوانتم افشنسي 234 من ايه من 1000 او 23.4%، ودي فاليو معقوله ولو انها اقل من النص ولكن يعني مقبول. طيب بالنسبه للافالانش دايودز، التوبيك دوت المفروض انت يعني درسته في الكترونكس في سنه اولى، فاحنا مش هنغطيه تاني هنا بقى، احنا نكتفي بالمعلومات اللي عندك فيه وانت كنت ايه درستها قبل كده عشان نقدر نبروسيد في نقط اكتر ومعلومات ايه اجدد واحدث يعني بالنسبه لك. طيب الديتكتور احنا قلنا فكرة عمله وازاي احسب له الكوانتم افشنسي وازاي احسب له الريسبونسيفتي بتاعته تمام، هنا هنشوف بقى الامبيرمنتس اللي موجودة فيه. طبعا اي كوميونيكيشن سيستم بيبقى فيه نويز تمام، نشوف بقى حاجة اسمها الديتكتور ايه نويز، النويز اللي بتبقى موجودة في الديتكتور. طيب in characterizing the noise performance of an optical receiver we will use the signal to noise ratio تمام. طيب the signal is the signal power delivered to a hypothetical matched resistor by the signal. طيب the noise is characterized by noise power delivered to the same hypothetical resistor. The signal to noise ratio can then be written as يبقى signal to noise ratio هتساوي ال B signal الباور بتاعت السيجنال على النويز اللي هي بتساوي I تربيع S في الهايبوثيتيكال A resistor اللي هي ال R على 4. طبعا هي العلامة دي معناها ديت الـ A الـ RMS value أو الـ average value بتاعت الـ A التربيع يعني تمام، يبقى I تربيع في R معروف إنها دي عبارة عن الـ A الـ الباور، يبقى الاي سيجنال تربيع في ار على 4 على الاي تربيع ان ايه في ار على 4 اللي هي بتساوي طبعا هم طالما ان هم بيتعاملوا مع نفس الريزيستور او نفس التو سيجنالز بيتحركوا في نفس السيركت او في نفس الريزيستور اللي هو اللي اتفرضت هنا ديت، يعني هو بيقول ان في عندك ثيوريتيكال ريزيستور الاثنين بيتحركوا فيهم تمام، فالسيجنال تو نويز ريشيو تمام لو انت حسبتها بالباور يبقى البي سيجنال على البي نويز، لو انت شفت الكرنت او الافريج فاليو للكرنت هيبقى الايه الاي اس تربيع للكرنت الافريج فاليو بتاعته على الاي ان تربيع برضو الايه الافريج فاليو بتاعته، يبقى دي الطريقه بتاعت حساب السيجنال تو نويز ريشيو. طيب في حاجه اسمها الشوت نويز، ايه الشوت نويز دي بقى؟ دي بتبقى برضو موجوده في الفوتو ديتكتور. The shot noise can be associated with either the quantization of charge into multiples of Q or equivalent. طيب هنفهمها مع بعض. With the quantization of light energy into photons, the arrival of photons or equivalently the generation of charge carriers is characterized by Boson statistics. طيب the mean square noise
اللي هي الاي ان تربيع associated with the noise source for photodiode is given by الايكويشن دي. يبقى النويز جينيريتد في اللي هي الشوت نويز جينيريتد في الاوبتيكال او الفوتودايود بتساوي ايه؟ بتساوي 2 كيو في الاي في البي. ايه الاي دي بقى؟ الاي دي ذا افريج اوتبوت كارنت تمام اوف ذا ديفايس، البي الباند ويدث اوف ذا الكترونكس اكسبتنج ذا نويز. طيب زي البري امبليفاير او النويز ميتر مثلا. طيب ذا انتربريتيشن، يبقى انت كيو طبعا هي شحنه الايه الالكترون. طيب ذا انتربريتيشن اوف ذا ايكويشن از ذات ذير از، اسمع بقى الحته دي معايا، ذير از ذس ماتش نويز باور ديليفرد تو 1 اوم لود تمام ان ذا فريكوانسي ريجون اكستندنج فروم اف نوت ناقص بي على 2 تو اف نوت زائد بي على 2. يعني الشوت نويز ليها علاقه بيه الكرنت اللي بيفلو في الدايره تمام، ليها علاقه بالباندويث بتاعه السيركت او الباندويث بتاعه الديفايس اللي بيتعامل مع الايه الكرنت ده او بيتعامل مع السيجنال دي. اوير اف نوت از ذا سنتر فريكوانسي اوف ذا باس باند اوف ذا اوتبوت ديفايس. طبعا الاف نوت دي المفروض هتبقى عندنا احنا في الشغل بتاعنا بقى، هتبقى الايه، هتبقى في اللي هي مش بتاعه البيس باند بقى، هتبقى الايه بتاعه الايه الاب كونفرتد سيجنال، سواء ايه يعني اللي هي الفريكوانسي حوالين الفريكوانسي بتاعه الايه اللي هي بيتعامل معاها الفوتو دايت. نوت ذات ذا اي سي نويز باور سنترد ويزن ذا باند اوف فريكوانسيز از ديبندنت اون ذا دي سي فاليو اوف ذا اوتبوت كارنت. طيب نوت ذات اولسو ان الاي ان تربيع اللي هي المربع النويز كارنت از اندبندنت اوف ذا سنترال فريكوانسي، يعني هو له علاقه بالباندويث بس ملوش علاقه بالايه بالسنترال فريكوانسي تمام. ذا نويز از وايت نويز، يعني الديستريبيوشن بتاع النويز ديت بيسموه الايه وايت ديستريبيوشن، اللي هو اللي هو الفاليو بتاعه او البروبابيليتي بتاعه او يعني عايز اقولها لكم ازاي، الديستريبيوشن يعني بتاع النويز دوت متساوي على جميع الباند. يعني لو انت جيت تشوف القيمه بتاعه النويز عند اول البند هتلاقي نفس الفاليو عند ايه عند اخر البند، الديستريبيوشن بتاعه بيبقى حاجه عامله كده، ممكن نرسمها كده. لو قلنا ديت الايه البند بتاعي تمام، هبص تلاقي دي البروبابيليتي اوف ايه او الفاليو بتاعه الايه النويز بتاعتي او اللي هو الراندوم نويز بتاعتي، يبقى ديت احتمال حدوث الفاليو ديت يعني على اي بند. يعني انت قلت ديت الاف 1 مثلا او ديت سوري اسف دي الاف 1 وديت الاف 2 مثلا تمام، وده البند كله البند ويدز تمام، يبقى بروبابيليتي ان يحصل نويز بالفاليو دي عند هنا عند الفريكوانسي دي قد عند هنا قد عند هنا قد عند هنا، يعني الديستريبيوشن بتاعها ايه متساوي زي ما انت شايف كده. طيب ذا دي سي كارنت تمام اوت اوف ا بين دايود از ميد اوف 3 كومبوننتس، يبقى الدي سي كارنت اللي داخل في الايكويشن دي تمام متركب من 3 كومبوننت، الاي ال والباك جراوند الاي باك جراوند والاي دارك. نشوف ايه الثلاث معلومات دول بقى. الاي ال از لود كارنت، يبقى ده الايه الكارنت اللي بيتحرك في اللود اللي خرج من الايه من الفوتودايود. طيب ديو تو ذا انسيدنت لايت، يبقى ده يبقى فور يعني للدقه اكتر، يبقى دوت عباره عن اللايت اللي بيتحرك او الدي سي كارنت اللي بيتحرك في اللود اللي خرج من الاوبتيكال سورس سوري اسف من الاوبتيكال ديتكتور تمام، بيتحرك في اللود اللي جاي منين؟ جاي من الانسيدنت ايه من الانسيدنت لايت. طيب الباك جراوند الاي باك جراوند از ذا كارنت ديو تو ذا باك جراوند اليومينيشن سورسز، يعني لو في حاجه بتعمل اليومينيشن تاني او حاجه بت جينيريت راندوم سيجنلز راندوم لايت سيجنلز حوالين ال الاوبتيكال ديتكتور تمام، هي كمان الاوبتيكال ديتكتور برضو بيستجيب ليها وبيطلع بيطلع راندوم ايه كارنت حسب الراندوم ديستريبيوشن بتاع الايه بتاع الباك جراوند سيجنلز ديت تمام، وبرضو تطلع من الايه من الفوتو ديتكتور ناحيه الايه اللود برضو. يبقى انت عندك كده اول مصدر الكارنت اللي جاي من الانسيدنت
فوتونز اللي انت ايه اللي هي المفروض انت عايز تحولها من اوبتيكال لالكتريكال سيجنال. لو في اي باك جراوند اليومينيشن حوالين الفوتو ديتكتور ممكن برضو هياخده ويحوله برضو لايه لالكتريكال سيجنال. عشان كده دايما المنطقه اللي بيبقى فيها او الفوتو ديتكتور بالذات هتبص تلاقي ان الاوبتيكال فايبر متركب قدام او يعني واصل قدام الديبليشن ريجون بالظبط تمام، وبعدين كل الكومباينيشن دي متغلفه بماده معتمه مظلمه لا تنفذ الضوء عشان ما يبقاش في اي تاثير من السراوندنج لايت او السراوندنج فوتونز اللي موجوده في اللايت اللي حوالين الايه المكان اللي موجود فيه الفوتو ديتكتور. كمان في مشكله لو انت مثلا عندك بيحصل ريفليكشنز من الايه من الحدود او من اجزاء الفوتو دايد نفسه تمام، ممكن تعمل اوت اوف فيز ايه جينيريشن، يعني 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 تخلي لك مثلا اجزاء من اللاي من من الفوتونز توصل للديبليشن ريجن تروح لحته وتنعكس تاني تمام، وتبدا توصل للديبليشن ريجن في وقت مثلا متاخر او وقت مختلف عن الوقت بتاع ورود الفوتونز اللي ايه اللي انت عايز تحولها. طبعا الحاجات دي بتبقى بالنانو سكند او اقل كمان من النانو سكند، بس ممكن تعمل حاجه اسمها الايه الباك جراوند نويز. طيب ثالث جزء من الايكويشن ديت اللي هي الدارك كارنت او الاي دارك، الاي دارك دوت از ذا دارك كارنت اوف ذا ايه ذا ديفايس. يعني الدارك كارنت اوف ذا ديفايس، انت بقى اللي عامل اليومينيشن، لا في حواليه اليومينيشن ولا في لايت سيجنال واصله للديبليشن ريجون بتاعه الفوتو دايد، ومع ذلك في كارنت بيتحرك في الايه في السيركت بره تمام. ده بيسموه دارك كارنت، يعني كان انت حطيت زيرو سيجنال زيرو فوتونز وفي برضو اوتبوت ايه كارنت. طيب من خلال كده دراستك للبي ان جانكشن، ممكن تعتقد الدارك كارنت ده يكون سببه ايه؟ يعني احنا قلنا ان الدارك كارنت ده مش جاي من اللايت سيجنال او مش جاي من اي لايت بصفه عامه تمام. انا باخد يعني عايز اجابات منكم او عايز برضو حد يفكر معانا كده، الدارك كارنت ده ممكن يكون سببه ايه؟ حد عنده فكره؟ انتوا سامعيني ولا الصوت مش واصل؟ طيب انتوا سامعيني حلو. طيب دلوقتي انا بسأل سؤال، بقول الدارك كارنت دوت هو الكارنت اللي جاي او بيخرج من الاوتبوت بتاع الفوتو ديتكتور من بسبب اي سبب تاني غير الضوء، فالدارك كارنت ده ممكن يكون سببه ايه في تفكيرك كده، او يعني اقترح كده اجابات يعني. ممكن من حركة الإلكترونات ممكن يسبب لي حرارة. هو هقول لك حاجة، هو الدايود ده بيبقى متوصل ريفرس، احنا اتفقنا في الأول ان الفوتو ديتكتور بيبقى متوصل ريفرس تمام، فبالتالي انت مش متوقع ان في اصلا حركة للإلكترونات تمام، لان هو ريفرس مفيش إلكترونز بتتحرك مش كده، بس مع ذلك الكارنت ده بيبقى موجود. فهي حته انتوا درستوها على فكره برضو، يعني انت لو فكرت في التركيب بتاع الاستراكشر بتاع الدايود وتوصيله ريفرس وتوصيله فورورد هتقدر يعني تقول اجابه قريبه. يعني الليكج كانت اللي كان بيبقى متصعب والدايود متوصل عكس بالظبط كده بالظبط، الكرنت بتاع المينوريتي، المينوريتي كاريرز اللي موجوده في الدايود بيبقى برضو نتيجه توصيله حتى لو هو موصل ريفرس بيبقى فيه كميه بسيطه جدا من الكرنت بتتحرك في الايه في الـ 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 الوصله بتاعه الدايود برضه. يبقى الاي دارك دوت ممكن يبقى جزء منه جاي نتيجه الريفرس ساتوريشن كارنت او زي ما انت قلت الليكج كارنت، او ممكن نقول نسميه المينورتي كارير ايه كارنت، ممكن طبعا جزء منه يبقى جاي من الفاكتورز دي. طيب ذا دارك كارنت از اوتبوت اوف ذا ديفايس ويز نو انبوت اليومينيشن اند از برايمرلي ديو تو ثيرمال جينيريشن. اهو دي نقطه ثانيه، يبقى برايمرلي مش معنى كده ان هو الحاجات التانيه مش موجوده، يبقى الثيرمال كارنت زي ما انت قلت اهوت تمام، الثيرمال جينيريشن ممكن تجنريت ايه كارنت بيسموها الثيرمال نويز بقى ساعتها تمام. طيب يبقى الثيرمال جينيريشن اوف تشارج كاريرز ان ذا ديبليشن ريجن، يبقى ممكن كمان درجه الحراره اللي موجود فيها الدايود بتقدر تفكك بعض، وطبعا دي انرجي بتقدر تفكك بعض الايه
او بتعمل بتجنريت بعض الالكترون هول ايه بيرز، فيبدا يطلع الايه الدارك كارنت. شوف الجزء الثاني بقى in the deletion region and the surface leakage currents due to surface defects near the edges of the semiconductor. يبقى هو هنا قال سببين وانتوا قلتوا السبب الثالث. يبقى اول سبب thermal generation، تمام، اللي هو نتيجه الايه يعني عدم يعني في درجه الحراره الغرفه العاديه بيحصل نتيجه الثيرمال انرجي، بيحصل برضو بعض الروابط بتتفك ويبدا اي كارنت يتحرك، بس طبعا مش تبقى كتيره، المفروض ما تبقاش عددها كبير عشان خاطر المفروض الدارك كارنت ده المفروض ثيوريتيكال يبقى زيرو يعني، تمام. تاني حاجه اللي هو الايه الديبريشن ريجن سيرفس ليكج كارنتس ديو تو سيرفس ديفكتس نير ذا ايدجز اوف ذا سيمي كوندكتور، تمام. واحنا قلنا سبب كمان اللي هو ريفرس ساتوريشن كارنت، وطبعا ده بيبقى قيمته صغيره جدا جدا جدا، يعني مش هو بيبقى البرايمري ايه فاكتور في وجود الدارك كارنت. يبقى الدارك كارنت ده برايمرلي منين؟ من الثيرمال نويز او من الثيرمال جينيريشن اوف تشارج، تمام. يبقى درجه الحراره اللي موجود فيها، عشان كده دايما الحته بتاعه الجينريتور المنطقه بتاعه الليزر دايود، تمام، بالذات المنطقه بتاعه اللي هي في الترانسميتر بتبقى مثبتين درجه حرارتها عند درجه حراره معينه عشان تبقى الفاكتورز دي كلها ثابته اقدر ايه اعرفها. وكمان عند الريسيفر الفوتو ديتكتور برضو تبقى متثبت درجه حرارته، تمام، عشان خاطر الفاكتورز دي تبقى كونستنت ما تتغيرش هي كمان. يعني لو انت حاطه في منطقه تمام درجه الحراره بتسخن ومثلا بالصبح بتبقى حر وبالليل بتبقى مثلا درجه الحراره بتقل شويه، هتلاقي الدارك كارنت ده عمال يتغير نتيجه التغير بتاع الثيرمال انرجي، مش كده؟ فانت ده ما ينفعش، او ده لازم تعمل له كومبنسيشن بقى. فاحد الحلول ان انت بتحطه في منطقه درجه حرارتها ثابته، ان شاء الله لو هي حر في لو انت ثبتها مثلا عن 30 درجه سي مئويه مثلا، بس انت بتثبت درجه الحراره ثابته على الفوتو ديتكتور علشان خاطر الدارك كارنت كنتو تثبت، تمام، لان هو برايمر اللي جاي منين؟ من الثيرمال جينيريشن، تمام. ايه الفاكتورز الثانيه اللي موجوده في السيرفس ليكج السيرفس كارنت ليكج، تمام. ايه تاني جاي من الماينورتي كاريرز، تمام. ف الفاكتورز دي كلها المفروض ان انت ايه، طبعا الماينورتي كاريرز دي فاكتور، تمام، انت المفروض ده برضو بيبقى بيثبت لما انت بتثبت البايس كارنت او الدي سي ريفرس كارنت بتاع الايه الفوتو دايود بتاعك او الفوتو ديتكتور بتاعك. فانت لازم عشان خاطر ده بصفه عامه تشغل اي ديفايس، تمام، لازم تثبت كل الكونديشن، لازم تثبت البايس بوينت كويس جدا، تمام، علشان خاطر الديفايس يشتغل باحسن كفاءه عنده. واعتقد انه انت حتى تاخد الكترونكس شفت ان انت في طرق للتحسين بتاعه الاستابيليتي بتاعه الديفايس، زي ما انت كنت جاي مثلا بتحط الار اي للبي ان للبايبولر جانكشن ترانزستور، بتحط ريزستور عند الاميتر علشان خاطر تخلي الايه الكيو بوينت او الاستابيليتي بتاعه الكيو بوينت بتاعه الترانزستور تبقى افضل، وتاثره بدرجات الحراره وتغير البيتا او الجين بتاعه برضو ما تبقاش تاثر عالي، تمام. فان انت تثبت الكيو بوينت دي شيء مهم جدا لاي الكترونيك ديفايس بتشغل. طيب typically the dark current density is من 10 اس ماينس 6، يعني من 1 مايكرو امبير ل 1 من 10 مايكرو امبير لكل سنتيمتر مربع، ده رقم مش صغير على فكره، تمام. بس خلي بالك انت اصلا السايز بتاع الجانكشن كله بيبقى بالمايكرومتر، تمام، فاكيد الارقام دي هتبقى اصغر واصغر كمان، تمام. ان سيليكون ديفايسز ومن 10 اس ماينس 4 ل 10 اس ماينس 6 امبير لكل سنتيمتر مربع ان جالي ان انديوم جاليوم ارسينايد. يبقى لو انت استخدمت سيليكون ديفايسز، تمام، هيديك من 10 اس ماينس 6 ل 10 اس ماينس 7، دي الدارك كارنت، طبعا دي فاليو كويسه جدا. طيب لو استخدمت الانديوم جاليوم ارسينايد هيديك ايه؟ يعني ممكن الدارك كارنت يوصل من 10 اس ماينس 4 ل 10 اس ماينس 6 امبير لكل سنتيمتر مربع. يبقى انت هنا السايز بتاع الايه الجانكشن هنا لازم تصغرها قوي علشان تخلي الدارك كارنت ايه صغير ايه برضو معاها. طيب وبتوصل تقريبا في 10 اس ماينس 3 يعني 1 ملي امبير لكل سنتيمتر مربع في الايه في الجرمانيوم. يبقى انت كده نظريا افضل من المنظر اللي انت شايفه، افضل ماتيريال تستخدمها عشان تعمل فوتو ديتكتور اعتقد هتبقى الايه السيليكون،
تمام. بعديها يجي الانديوم جاليوم ارسنايد، بس تخلي السايز بتاع الجانكشن ايه او بتاع الديبليشن ريجون او يعني اللي هي الويتس بتاعها مش الديبس، الويتس تمام، يكون ايه صغير، بحيث ان الكميه بتاعه اللي هي الايه 10 اس ماينس 4 ديت تكون ايه برضو ايه تنضرب في فاكتور او في فاكتور اقل كتير من الايه، يعني تبقى واحد على رقم كبير، واحد على مثلا مليون او واحد على ألف، فيصغر الايه الفاليو بتاعه الايه الدارك كارنت. طيب the high dark current of long wavelength detectors causes their noise characteristic to be inferior to the short wavelength silicon based device. طيب نشوف الاكزامبل الظريف ده، بيقول لك ايه detector has responsivity of نص امبير لكل وات. طب حلو الكلام. at wavelengths of interest and a dark current of 1 نانو امبير، تمام، قيمه ريزونبل. calculate the mean square noise current and RMS noise current due to the shot noise if the noise bandwidth is 50 ميجاهرتز، او ممكن تقول الديفايس bandwidth 50 ميجاهرتز. يعني كلمه bandwidth ما هو لو انت لقيتها يبقى انت هتستخدمها، تمام. هو بيقول النويز محدده في الباندويدث 50 ميجاهرتز. طب مين اللي محدد اصلا الباندويدث دوت للنويز؟ اكيد الديفايس اللي مشغل الايه او اللي شغال اللي هو الباندويدث بتاعه كده، فالنويز بقى الباندويدث بتاعها بالفاليو دي. And the incident power is 100 مايكرو وات، يبقى الباور incident 100 ايه مايكرو وات. طيب اول جزء تمام، نحسب الايه الاي نويز تربيع. الاي نويز تربيع بتساوي ايه؟ بتساوي 2 كيو في الاي في البي. البي انت عارفها والكيو كونستانت، تمام، والاي اللي هي الايه الاوتبوت كارنت من الديفايس، تمام. طب الاوتبوت كارنت احنا اتفقنا بتساوي ايه؟ بتساوي 3 كميات، الاي ال والاي دارك وايه تاني، سوري اسف، تمام، الاي ال والاي دارك والاي باك جراوند، تمام. هو اعتبر ان او يعني هو يعني ما فيش اي كلام على الباك جراوند كارنت، فواضح ان الديفايس ده معزول كويس جدا، فما فيش اي اليمينيشن تاني حواليه، فالايه الباك جراوند كارنت متشال. طيب يبقى انت فاضل لك الاي ال، تمام، وفاضل لك الـ I dark في البي. طيب الـ I ال بيجي منين؟ بيجي من الـ الـ المفروض يعني المفروض ده الـ A generated current اللي جاي من الـ 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 optical power أو الـ incident optical power. طب الـ responsivity بتساوي إيه؟ الـ responsivity بتساوي إيه؟ بتساوي I out على بي ان، مش كده؟ طيب يبقى انت لو انت ضربت الكميتين دولت في بعض هتجيب الاي اوت اللي هو عندنا الاي ايه الاي ال، يبقى اللي بيساوي 2 كيو في الار الريسبونسيفتي، تمام، بي اي زائد الايه الاي دارك في البي. طيب ايه الفاكتورز اللي ناقصه هنا؟ مفيش حاجه، كله موجود. ال 2 كيو خلاص دي كونستانت، الباور نص اللي هي الريسبونسيفتي نص في 100 انهم ديك 100 مايكرو وات اهوت، يبقى الريسبونسيفتي هم مديها لك، تمام، وبعدين 100 في 10 اس ماينس 6 زائد 10 ماينس 10 اس ماينس 9، تمام، كل ده مضروب في 50 في 10 اس 6، ده طلع كام؟ طلع 8 في 10 اس ماينس 16 امبير متر مربع. استسمحكم لحظه بس وهرجع لكم تاني ثانيه واحده. طيب اسف على المقاطعه، نستأنف كلامنا تاني، الشاشه ظاهره قدامكم، الصوت طب كويس؟ تمام يا دكتور، تمام. طيب
عوض طلع ان الاي ان تربيع او النويز كارنت تربيع بيساوي 8 في 10 اس ماينس 16 امبير تربيع. طيب الار ام اس نويز بقى الروت مين سكوير، وطبعا جيب جذر الرقم ده وخلاص، يطلع 2.8 83 من 100 في 10 اس ماينس 8 امبير، برضو ده رقم ايه يعني معقول. طيب in this example the dark current turned out to be negligible compared to the signal A current. طيب يبقى ديت الايه الاي ان تربيع النويز كارنت، شوف طلع كام. بص هنا الايه الانبوت كارنت at interest and a dark current 1 نانو امبير، الدارك كارنت 1 نانو امبير. تمام النويز كارنت هنا كام؟ يعني مش صغير، ده يعتبر 28 نانو امبير تقريبا. طيب بخلي بالكم هنا الافكتيف قوي، تمام، او يعني الفاليو بتاعه الدارك كارنت على قد ما هي صغيره، بس النويز كارنت طلع مش صغير، يعني طلع قدها كذا مره. طيب احنا كده خلصنا يعتبر كلامنا على الايه، على الاستراكشرز بتاعه او الكومون استراكشر بتاعه الفوتو ديتكتور. تمام بعض المشاكل فيه طبعا اهمها هي الافشنسي بتاعته او الكوانتم افشنسي بتاعته والريسبونسيفتي بتاعته، واتكلمنا على انواع النويز اللي ممكن تبقى جنريتد جوه الاوبتيكال ديتكتور. تمام وشفنا طرق حساب طرق التعامل معها والحسابات بتاعتها ازاي. نمسك بقى اللينك كلها من اولها لاخرها في النقطه اللي جايه اللي اسمها اللينك بادجت. ايه هنا بقى هنتكلم عن ايه عن اللينك بادجت ديت؟ طيب يبقى لينك بادجت از ا ميثود تو كالكوليت and account for all sources and losses in a communication link. يبقى انت هنا بقى هتمسك كل السورسز وكل الامبليفايرز وكل الجينز وكل اللوسز اللي بتحصل في الايه في الكوميونيكيشن لينك، وتشوف كل الايفكتس او كل الفاكتس دي او الايفكتس ديت تقدر تاثر في ريسيفد سيجنال. تمام طيب لو ريسيفد سيجنال تمام كانت اقل من السنسيتيفيتي بتاعه السورس بتاعه الريسيفر اسف، تمام هل ايه تقدر تتصرف ازاي وتحسن الكواليتي بتاعه الكوميونيكيشن لينك تاني وتزود الايه الاوتبوت سيجنال اللي جايه من السورس، او تقلل الاتينيويشنز او اللوسز اللي موجوده في الكوميونيكيشن لينك كلها، بحيث ان الانبوت سيجنال اللي هتوصل للاوبتيكال ديتكتور تبقى اعلى من السنسيتيفيتي بتاعته يبدا هو ايه يديتكتها. تعالوا نشوف احنا الايه النقط دي مع بعض بتتحسب ازاي. تو تشيك اف ذا ديستنيشن وي ريسيف سفيشنت سيجنال باور سو ات از كيبل تو اكستراكت ذا ترانسميتد داتا فروم ذا سيجنال. لازم تاخد بالك من الاتي. تمام بص على النقط اللي دي يعني ديت فاكتورز ايه حقيقيه. تمام بص ايه النقط اللي بتاثر في الريسيفد سيجنال، السيجنال الباور بتاعه الريسيفد سيجنال قيمتها بتتاثر بايه؟ بتتاثر بالليت باور. فهو بيقول لك مثلا افترض مثلا لو انت عندك ليت باور قيمته بيطلع 1 مايك 1 ملي وات. تمام طيب ليت تو فايبر لوس، يعني وانت بتعمل كابلنج ما بين الليد للايه للفايبر عشان تكابل السيجنال من الليد للفايبر 3. تمام فايبر بير كيلومتر لوس، اللوس اللي هو الاتينيويشن اللي بيتم على الفايبر 2.1 ديسيبل بير كيلومتر. تمام طيب الفايبر لينس 120 كيلومتر، يعني انت عندك لو انت عندك فايبر لينس 120 كيلومتر. طيب الكونكتور لوس، يعني لو انت هتعمل كذا كونكتور في الفايبر كل كونكتور منهم بيعمل لك لوس مقداره 1 ديسيبل بير كونكتور، يبقى الانسرشن لوس بتاع الكونكتور 1 ديسيبل بير كونكتور. طب الفايبر تو ديتكتور لوس، الكونكتور اللي بيربط الفايبر بالديتكتور، تمام المنطقه اللي بيحصل فيها الكابلنج دي برضو بتعمل ديسيبل بتعمل لوس 1 ديسيبل. طيب الريسيفر سنسيتيفيتي ماينس 30 دي بي ام، يعني هو يقدر يديتكت سيجنالز اكبر من الفاليو دي، يعني سالب 29 دي بي ام هو يقدر يحس بيها ويقدر يحولها لالكتريكال سيجنال واحد. اقل من كده هو مش هيشوف اصلا ان هو عنده اصلا انسيدنت سيجنال او ريسيفد سيجنال على الاطلاق. السؤال هنا بقى بيجي ازاي، بيقول لك does this configuration is capable of delivering the signal to the receiver. تمام هتحسب ايه حاجه اسمها اللوس مارجن، هنشوف بقى طريقه حساب اللوس مارجن في السلايد اللي بعد كده. طب لو احنا المشكله اللي عندنا او احنا اف نوت، لو احنا السيجنال اللي انا عملت لها ريسبشن او لما حسبت اللوس مارجن بتاعي طلع ان هو ما حققش الايه ما حققش الاوبريشن كونديشن بتاعه الايه اللينك دي، تتحط ايه في الايه وات
what can you add to this connection to recover its capability for communication, communicating data. نشوف الدنيا بتتم ازاي. بص ده الاكزامبل. انت عندك اللينك بادجت هتعمل ايه؟ تشوف الانبوت باور وتشوف اللوسز وتطلع لي بالايه؟ بالتوتال باور وتطرح منها اللوس مارجن وتطرح منها اسف الايه السنسيتيفيتي يطلع لك رقم. الرقم ده لو كان اكبر من الصفر الرقم ده هو اللوس مارجن، لو كان اكبر من الصفر يبقى انت عندك ايه؟ ها؟ لو اكبر من الصفر يبقى اللينك دي تقدر توصل لايه الداتا، لو اقل من الصفر ده اللوس مارجن، يبقى انت عندك ايه؟ مشكله وما تقدرش تاخد الايه؟ الاوتبوت ايه؟ باور. طيب جاست ا مومنت بس انا هقفل السلايد وافتحها تاني اللي في بعض الايكويشنز مش ظاهره قدامي، لحظه واحده وهشيرها تاني. Just a moment. بيحمل تاني بس معلش فبالوقت. تمام نرجع تاني هشغل الشاشة تاني. كده انتوا شايفينها تاني يا شباب مش كده؟ ايوه تمام تمام يا باشمهندس. طيب نيجي للسلايد اللي بعد كده اللي احنا كنا بنتكلم عليها. هي بس بقى كانت بعض الايكويشنز هنا مش ظاهره فانا يعني معلش حملت السلايد تاني. طيب يبقى to find the link budget. تمام بص بقى يا سيدي امسك كل حاجه حولها بالDB والDBM. طيب الليد 1 مايكرو 1 ملي وات. تمام يبقى لو حولتها للDB يبقى 10 لوج الاساس 10 1 ملي وات لكل ايه 1 ملي وات تطلع 0 دي بي ام. هي طالعه كده. طيب انت بتنسب بقى لو انت عايز تحول للDB بي ام يحول كل حاجه لايه يعني انسبها لواحد مايكرو وات ملي وات. طيب الليد كونكتور. تمام الليد تو فايبر لوس 3 دي بي ام. ال اف اللي هي الفايبر لوس بالكيلومتر اللي هي 2 من 10 دي بي بالكيلومتر احنا بنكتبها ال اف. انا بديلهم بس رموز عشان احطهم في الايكويشنز. تمام يبقى تشوف الايكويشن فيها رموز مش هنكتب فيها الكلام اللي كان مكتوب في الايه فراس السؤال. طيب يبقى ال اف الفايبر لينس 120 كيلومتر. وخلي بالك ان هو قال لنا ان الفايبر لينس عباره عن 20 سيجمنت. لو انت بصيت على يبقى النمبر اوف سيجمنتس 20. تمام ال ال سي كونكتور لوس اللي هو دي بي 1 دي بي بير كونكتور سميناها ال سي. ال ال اف ديتكتور اللي هي الديتكتور لوس 1 اللي هو الكونكتور اللي عند الديتكتور يعني 1 دي بي. والسنسيتيفيتي او الريسيفر ديتكتور سنسيتيفيتي يعني اديها رمز اس. طيب اف ان امبليفاير اللي هي الاوبتيكال اور الكليريكال از انكلودد. لو انت هتحط امبليفاير is included in the link the value of its gain in DB or DBM is added while its insertion loss is included in the losses of the fiber. يعني لو انت هتضطر تحط اي امبليفاير في السكه سواء اوبتيكال او الكتريكال خلي بالك هو زي ما هو هيعمل gain هيبقى له insertion loss نتيجه الكونكتورز اللي هتتحط قبله ايه وبعده. طيب if a coupler is added زي مثلا تي coupler. تمام الديفيجن ريشيو لازم ايه تؤخذ في الاعتبار. تمام والاكسس لوس كمان لازم تؤخذ في الاعتبار. يعني احنا في بعض المسائل مثلا كده هقول لك مثلا سي عندك ستار كابلر وادي الانبوت بتاعه واديك كل المواصفات
اللينك لحد الستار كابلر، واديك مواصفات الستار كابلر، واقول لك بقى الخرج بتاعه هيروح على ديتكتور. تمام، الديتكتور ده مواصفاته كذا، سن السيفتي بتاعته كذا، والكابلر بتاعه اللوز بتاعه كذا. تمام، والانسرشن لوز بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ 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 الستار كابلر كذا. كل الحاجات دي هتاخذ في الاعتبار زي ما هتشوف في الايكويشن اللي جايه كده. عايز تحسب اللوس مارجن بتعمل ايه؟ بتجيب البي بتاعه الليد، الباور بتاعه الليد، تجمع عليها الاي. الاي اللي هي عباره عن ايه؟ الامبليفيكيشن، الامبليفيكيشن جين. تمام، يبقى الاي ديت مقصود بيها الجين بتاع الايه، بتاع الامبليفاير اللي انت هتحطه لو حطيت يعني، يبقى دي الايه، الجين. طيب تطرح منهم ايه بقى؟ الليد ال LF وال LF ال L capital F في ال LF اللي هو ايه، ارجع لها تاني، ال L capital F الفايبر لوس بير كيلومتر. تمام، ال LF فايبر لينس. تمام، يبقى الفايبر لوس بير كيلومتر في الطول الكلي. تمام، زائد ال LC في N ناقص 1. ايه ال LC؟ اللي هو اللوس بتاعه الايه، الكونكتور الواحد. N ناقص 1 انت عندك كم بارت في اللينك؟ تمام، انت عندك 20 سيجمنت، هيبقى ما بينهم اللي رابطهم تمام 19 كونكتور، فعدد الكونكتورز بتبقى اقل من عدد السيجمنتس دايما بواحد. تمام، ف ان ناقص 1 تضرب ال ال سي في ان ناقص 1 زائد ال ال اف ديتكتور زائد ال ال اي اللي هو بتاع الايه، الانسرشن لوس بتاع الامبليفاير. تمام، زائد ال ال اكسس، الاكسس لوس بتاعه الايه، الكابلر، زائد ال ال ايه، ال ال ام، ناقص الاس اللي هي السنسيتيفيتي. تمام، طبعا في الاكزامبل اللي فات ما عندكش امبليفاير، فانت شيل كل حاجه خاصه بالامبليفاير، هتخلي الاي بصفر. تمام، و بيكوز نو امبليفاير ار يوزد ان ذا اوبتيكال لينك، انا ما جبتلكش سيره اي ايه اوبتيكال امبليفاير، والال اي بتاعته اللي هي الانسرشن لوس بتاعه برضه بصفر. تمام، طيب اولسو ال اكسس بتساوي ال ان بتساوي صفر، لان انا ما حطيتش اي كابلر في الايه، في الوصف بتاع الاكزامبل اللي انا اديته لك. تمام، بيكوز نو كابلرز ار اكزيست. تمام، يبقى انت عندك دلوقتي ال LM او اللوس مارجن هيطلع بكام؟ صفر، اللي هو الانسيدنت باور او الباور بتاعت الايه، بتاعت ال الجنريتور بتاعك، ناقص الثلاثة زائد 2 من 10 في 120 زائد 1 في 19 زائد الايه، الواحد، اللي هو اللوسز اللي حصلت نتيجه الفاكتورز اللي هو قايل لك عليها اصلا. تمام، ناقص، اطرح بقى منهم، ناقص ايه؟ ناقص 30. تمام، يبقى ناقص ايه؟ ناقص السنسيتيفيتي اللي هي ناقص 30، يطلع لك سالب 17 دي بي، اقل من الصفر. يبقى طالما ان السنسيتيفيتي كده اقل من الصفر، مش اللوس مارجن اقل من الصفر، تمام، يبقى اللينك دي كده لا يصلح انها توصل الايه، السيجنال للاوبتيكال ريسيفر دوت. يبقى الاوبتيكال ريسيفر دوت مش هيديتكت اي شيء على الاطلاق. ايه الحل؟ تمام، الريميدي بقى، تمام، ان انت تحط امبليفاير. طب تحط امبليفاير الرينج بتاعه كام؟ لازم يكون الباور بتاعته اكتر من ال 17 دي بي ام. ليه؟ لازم يكون هو يعمل باور او يعمل جين اكتر من 17 دي بي ام، 17 دي يعني 17 دي بي، يعني ما يصحش تكتب الام هنا. تمام، فانت اختار دايما رقم اكبر من الايه، ال 17، يعني انت خليها مثلا 20. تمام، ليه؟ لما تحط ال 20 دي بي، تمام، الجين بتاعه يبقى 20 دي بي، يطلع لك ايه، اللوس مارجن هتطلع اكبر من الصفر. خلي بالك بقى ان اللوس مارجن طلع اكبر من الصفر، بس احنا ما جبناش سيره الانسرشن لوس بتاع الامبليفاير اللي احنا ضفناه. تمام، يبقى انت ممكن كمان تقول ان انا هفرض ان انا هحط امبليفاير الجين بتاعه مثلا سي ب 30 دي بي، تمام، واللوس مارجن مثلا بتاعه يبقى في حدود الواحد دي بي، ده يخلي لك ال ال ام اكبر من الصفر، يبقى كده الكونكشن كان بي ايه، ريستورد، ويقدر الريسيفر يقدر يديتكت ال سيجنال تاني. يبقى انت احد الحلول ان انت تحط امبليفاير. طب انت مش عايز تحط امبليفاير، تمام، هيبقى مكلف. تمام، ممكن تغير السورس، بدل ما تجيب سورس بيطلع 0 دي بي ام، ما تجيب سورس بيطلع مثلا 20 دي بي ام. تمام، يبقى انت كده ما حطيتش امبليفاير وما حطيتش اي كونفيجريشن تاني جوه الايه، جوه الكوميونيكيشن لينك. يبقى حل ان انت تحط، تمام، اول حل ان انت تحط امبليفاير بس تحطه بجين
اكبر شويه من اللوس مارجن او من الرقم اللي انت حسبته، تمام، تاخد في اعتبارك ان انت لازم تضيف او تفرض برده فاليو للايه للانسرشن لوس بتاعته، يعني خدها تقريبا قد قد اللوس بتاعت الكونكتور، يعني بتبقى في التقريب ده ممكن تبقى اقل، بس احنا بناخدها ايه كأسوأ حل يعني، تمام. فاحنا بنقول تقريبا ناخدها قد الايه الكونكتور لوس. يبقى انت هتحط امبليفاير بس هتحط معاه كمان ايه انسرشن لوس. حل اخر ان انت تستخدم جنريتور او تستخدم دايود او فوتو دايود يطلع باور اعلى، اللي هو الفرق ده بقى ال 17. لا تقول انا هقول مثلا هجيب فوتو دايود او هجيب اوبتيكال جنريتور او ليد او ليزر دايود يطلع بدل ما يطلع 0 دي بي ام يطلع لي مثلا 20 دي بي ام، تمام. حل اخر اجيب مور سنسيتيف ايه ديتكتور، يعني اجيب ديتكتور مثلا السنسيتيفيتي بتاعته ماينس 50، تمام، علشان خاطر لما تحطه في الايكويشن اللي هي هنا ديت الايكويشن ديت، تمام، دي لما تبقى ماينس 50 ده هيطلع اكبر من الصفر، تمام. يبقى انت عندك ثلاث حلول، يا اما تجيب ديفايس تركبه جديد تزود على الكوميونيكيشن لينك تزود امبليفاير، او تستبدل الفوتو جنريتور او الليد او الليزر بتاعك بجنريتور يطلع باور اعلى من الباور اللي بيطلعها اوريدي، تمام، او تجيب ريسيفر السنسيتيفيتي بتاعته اقل من الايه من اللاب. دول الثلاث ايه حلول، تمام. ودي كده النقط اللي احنا ايه عايزين نغطيها ان شاء الله ايه يعني في المحاضره. فلو في عند حضراتكم بقى اي سؤال او استفسار انا احب اسمعه.